من أمام المنصة يقترب تشكيل هرمي مكون من 6 معدات دلتا يبرز مدى التحكم في المعدة والقدرة العالية على المناورة. أمام المنصة يقترب تشكيل الأعلام بدقة ومهارة وقدرة عالية في التحكم والسيطرة على المعدات. إنهم رجال قوات الصاعق المظلل. خفاقا في سماء الأكاديمية العسكرية المصرية أبطال القفز الحر لقوات المظلات ينفذون أعمال الملاحة الجوية لعدد 6 مجموعات ملاحة تتكون من 10 قافزين لكل مجموعة تنفذ مهامها في تناغم ودقة متناهية استعدادا للوصول لساحة العرض. وفي توقيت متزامن يظهر تشكيل الطائرة المكون من عدد 13 معدة دلتا يبرز مدى الاحترافية التي وصل إليها قائد معدة الدلتا. يقترب الآن من ساحة العرض مجموعات الملاحة ينفذون أعمال الملاحة الجوية بأداء راق ومتميز احتفالا بتخرج دفعة جديدة من الأكاديمية العسكرية المصرية والذي يتم مع 51 لانتصارات أكتوبر المجيدة. يمين ويسار المنصة بدأت مجموعات الملاحة الجوية الوصول إلى ساحة العرض في دقة ومهارة قوة وجسارة. إنهم رجال لا يهابون الموت. ويتوالى وصول القافزين إلى ساحة العرض ونظراً للسرعة العالية للمظلة أثناء الوصول إلى ساحة العرض ينفذ القافزون وضع الطيران والإزاحة الأمامية بالمظلات. وتمتلئ سماء الأكاديمية العسكرية بأبطال القفز الحر يستعرضون المهارة والسيطرة بتنفيذ الملاحة الجوية بالمجموعات والإزاحة الجانبية أثناء التحليق الجوي للوصول إلى ساحة العرض في عزة وشموخ. إنهم رجال مستعدون دائما للتضحية بكل غال ونفيس للذود عن مصرنا الغالية. عشت يا مصر دائما برجالك الأوفياء. أمام المنصة ولأعلى تظهر الآن مجموعات القفز الحر بالأعلام
احتفالا بانضمام دفعات جديدة من الضباط إلى صفوف قواتنا المسلحة الباسلة. ويمر الآن أمام المنصة مجموعة الأعلام استعداداً للوصول للمناطق المخططة. علم القوات المسلحة المصرية، علم القوات البحرية، علم القوات الجوية، علم قوات الدفاع الجوي، علم الكليات العسكرية، علم الأكاديمية العسكرية المصرية، علم دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية يرفرفان عالياً في عنان السماء تحت قيادة قائدين يعملان على تحقيق مصلحة شعبيهما وأمتهم العربية. شعب واحد.